طبعا فقرتنا هلا زينب خصصناها للجانب الطبي اللي كثير مهم نعرف كثير من التفاصيل اللي يمكن احيانا بتغيب عن ذهننا. دراسات حديثه اثبتت طبعا مع الاحصائيات العلميه ان هناك ارتباط وثيق جدا بين الاصابه بالنوع الثاني من مرض السكر وبين السمنه، بل اكدت ايضا ان السمنه هي التي تعد السبب الاول والاساسي في الاصابه بالنوع الثاني من السكر. اكيد رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع بشكل موسع. نرحب بضيفتنا دكتورة تغريد حمود، أخصائية بالغدد الصم. صباح الخير دكتورة. صباح النور. صباح الصحة والسلامة. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. صباح. يعني عم نحكي عن موضوع دكتورة شوي في لغط فيه أو يعني مبهم عن بعض العالم، هل هناك علاقة بالسمنة بالنوع الثاني من مرض السكري؟ في علاقة بتربطهم؟ طبعا يعني كثير الفكرة حلوة مثل ما عم تطرحوها، لأنه الحقيقة عالم سكر سكري تماما لكن هلا هي السمنة هي الخطوة قبل ما يصير الواحد مريض سكري، يعني هي اللي عم تربط ما بين تطور المرض وما بين يعني انه شو اسبابه. تمام. فالسمنة هي سبب تطور السكري النمط الاول، خاصة البدانة البطنية. فكتير يعني فكرة كتير حلوة انه يعني توضحوها. يعني طبعا النوع الثاني من السكر، خلينا نحكي اليوم كيف ممكن يصير، كيفية الإصابة فيه، هل تعد السمنة هي سبب أساسي من أسباب الإصابة بالسكر بالإضافة للأسباب الثانية؟ تمام. هلا بشكل أساسي السمنة هي سبب تطور السكري النمط الثاني، اللي هذا نحن بنسميه إنه السكري اللي بنشوفه عند الكبار بالعمر فوق 45 سنة أو فوق 50 سنة. هلا قبل نحن لازم نقول انه شو يعني ما نحكي عن السمنه شو هي، يعني اي سمنه نحن عم نحكي عنها. الحقيقه في لها تعاريف. اذا طبعا عندنا نحن بنستخدم معيارين اساسيين، اما بنستخدم شيء بنسميه مؤشر كتله الجسم، يعني قديش وزني بالكيلوغرام مقسم على الطول بالمتر مربع. فكل الاشخاص يلي فوق ال 25 كيلوغرام على المتر مربع مؤشر كتله الجسم تبعهم، هدول يعتبروا عندهم زيادة وزن. فوق ال 30 هي تعتبر بدانة. هلا اعتبارا من فوق ال 25 هي تعتبر فعلا عامل مؤهب انه تطور البدانة عامل مؤهب لتطور السكري. هلا الشغلة الثانية فينا بناخذ كمان محيط الخصر يلي هو بيأشر أكثر لوجود البدانة البطنية. طبعا البدانة البطنية هي لها أكثر ارتباط مع تطور السكري، يعني أنا ماني سمين بإيدي ورجلي بس أنا بطني كبير. فإمتى بنقول نحن عندنا فعلا بدانة بطنية؟ أول شيء عند الأنثى لما بيكون محيط الخصر تبعها فوق ال 88 سنتيمتر، وعند الرجل فوق ال 100 سنتيمتر، يعني فوق ال 100 سنتيمتر. طبعا هدول مؤشرين هدول عامل مؤهب لتطور السكري. طيب ليش نحن عم نقول إنه البدانة هي عامل مؤهب وخاصة البطنية لتطور السكري؟ الحقيقة الخلايا الشحمية لما بتكبر، يعني هلا نحن مثلا لما بنكون ضمن الوزن الطبيعي الخلايا الشحميه تبعيتنا بتكون حجمها صغير، بتكون طبيعيه. هلا طبعا صرنا عم نحكي على الخلايا الوظيفه الغديه للخلايا الشحميه، يعني الدراسات يعني الكثيره بالعالم اثبتت انه الخلايا الشحميه بتفرز هرمونات كمان. طبعا احد الهرمونات اللي بتفرزها الخلايا الشحميه الصغيره هي هرمونات بتمنع تطور السكري، بالعكس بتساعد انه نكون نحيفين. بينما كل ما بتتطور كل ما بتصير عندنا بدانه بتكبر هالخلايا الشحميه، فبتصير خلايا غديه ملتهبه ما عاد بتفرز هالهرمونات او العوامل. برافو. بتفقد وظيفتها الطبيعيه الفيزيولوجيه يلي بتمنع تطور مرض السكري، بالعكس بتصير بتفرز مواد وعوامل وحتى شو بنقول بروتينات يلي بتاهب لتطور المرض، لانه بتصير تتدخل بعمل الانسولين على مستوى مستقبلاته. نعم. فهي الخطوة إذن، وهذا الشيء بنسميه المقاومة لعمل الأنسولين. إذا البدانة هي سبب تطور عدم قدرة الأنسولين إنه يشتغل على مستوى مستقبلاته، يعني أنا جسمي عم يفرز أنسولين منيح والأنسولين موجود بجسمي بيجي ليرتبط على مستقبلاته لحتى يدخل السكر للخلايا، ما بيقدر يرتبط فبيضل السكر موجود بالدم، وهون يعني بتبلش عنا ارتفاع سكر الدم. ممكن دكتورة السكر يكون وراثي أو لا، مجرد هو أسباب حياتية نمط غذائي معين السمنة ولا لا؟ هلا طبعا هلا اذا بدنا نجي مثلا على هي نفس العوامل اللي بتاهب لتطور البدانه، هي نفس العوامل اللي بتاهب لتطور السكري النمط الثاني. فاذا خلينا نحن ندور انه ليش عم يصير ليش عم نصير نحن بدينين. طبعا معروف حسب احصائيات منظمه الصحه العالميه انه يقدر تقريبا 465 مليون شخص بالعالم هن بدينين، والشيء الأسوأ انه البدانه صارت عم تنتشر بالاعمار الصغيره، يعني بين عمر 6 سنين و16 سنه، يعني بالطفوله المبكره وسن المراهقه.
يعني فعلا هلا مثل ما عم نعتبر انه السكري وباء عالمي، صرنا عم نعتبر انه البدانه كمان وباء عالمي. هلا شو الاسباب يلي نحن يعني نفس الاسباب اللي بتخلينا نصير بدنيه، هي نفسها اللي بتتاهب لتطور السكري؟ زياده الاكل، قله النشاط الرياضي. هلا طبعا في اسباب جينيه لتطور البدانه، مثل مثلا فينا بنقول هدول الاطفال البدينين متلازمه برادر ويلي، يعني طبعا نادره كثير، بس كمان بنلاحظ الاطفال اللي معهم تورنر، اطفال داون، بنلاحظ كمان هن بيحبوا عندهم شهيه فرط شهيه زايده للاكل. هلا طبعا في اسباب لها علاقه بال، طبعا في اسباب مجهوله، بنلاحظ انه في عائلات ضمن العائله كلهم عندهم استعداد لزياده الوزن. في عندنا الادويه، مثلا اغلب الادويه اللي بتعالج الحالات النفسيه هي ادويه بتزيد الشهيه، اغلب الادويه مضادات الحساسيه هي ادويه بتزيد الشهيه، تمام. هلا في عندنا كمان اسباب، يعني البدانه هي بتكون عرض لمرض مستبطن، يعني مثلا قصور الدرق، المبيض متعدد الكيسات، مثلا كوشينج يلي بيزيد فيه افراز زياده بالكورتيزول، ونفس الوقت المرضى اللي عم ياخذوا كورتيزول زياده كمان مؤهبين لزياده الوزن وتطور السكري، وبنسميه السكري الدوائي. طيب هاي العوامل كلها اذا وقفناها نحن، اذا عملنا عكسها تمام فنحن اكيد نحن بنوقف تطور البدانه، وبالتالي بنوقف تطور وانتشار مرض السكري النمط الثاني. نعم. طب خلينا نعرف منك مضاعفات اللي بيسببها السكري من النوع الثاني، يعني عند الاصابه فيه. هلا السكري من النوع الثاني طبعا هو يعتبر يعني حسب تعريفه مرض استقلابي، يعني مرض استقلابي مزمن، تمام. يعني هو بالنهايه بده يؤذي طبعا اهم اختلاطاته للسكري. اول شغله انه بده يعمل لنا عند المرضى احساس بالتعب والوهن العام، لانه هالركيز يعني السكر بالنسبه للجسم هو مثل البنزين بالنسبه للسياره. تمام. السكر بفوت على الجسم ضمن الخلايا، في عندنا مثل محرك صغير بيحترق وبيعطينا طاقه، بس لما السكر بضل برات الخلايا بسبب عدم قدره الانسولين على العمل، فهو شو عم بيصير؟ عم بيصير الجسم دائما عنده احساس بالتعب. تمام. والوهن العام. هلا الشغله الثانيه، كون السكر ركيزه من ركائز الطاقه لجسمنا، عم يضل برات الخلايا، فالاشارات العصبيه اللي عم تطلع للدماغ شو عم تقول للجسم؟ انه ما في اكل، ما في طاقه، فشو بيصير في عندنا؟ نوع من فرط الشهيه. فاذا فرط الشهيه وزياده التدوير على الاكل ودائما انا جوعان دائما هي احد كمان علامات البدئيه لتطور السكري النمط الثاني. كمان السكر شو بده يعمل عنا؟ انه نحن السكر عم يطلع مع البول، شو بده يعمل؟ كيف بده يتخلص من الجسم؟ فبده يطلع مع البول. كمان خروجه مع البول هذا بيسحب ماء من الجسم، فبيسبب عنا تعدد البيلات، خاصة هدول المرضى بفيقوا بالليل بتلاقيهم بيبولوا أكثر من مرة. كمان بالوقت نفسه لما نحن عم نفقد ماء مع البول، هذا بده يخلينا نحس بإحساس بجفاف الفم والعطش الدائم. هلا طبعا استمرار هالأعراض على مدى سنوات، يعني نحن الحقيقة لما بنقول بلش عنا تشخيص السكري النمط الثاني، نحن بنقول إنه المرض مبلش من قبل 5 إلى 10 سنين. تمام. هلا إذا بدنا نقارن بين السكري النمط الأول والنمط الثاني، يعتبر النمط الثاني هو الأخطر. النمط الاول اللي بياخذوا فيه انسولين، نحن اعطينا الدواء خصنا المرض، بس النمط الثاني يعني هو مبلش بالاضطرابات الاستقلابيه، عم يصيب الاوعيه الدمويه، عم يسبب ارتفاع توتر شرياني، جلطات قلبيه، ممكن جلطات دماغيه، شو لسه اعتلالات كليه، ممكن يسبب لنا اعتلالات باوعيه الشبكيه تبع العين، اضطرابات بالرؤيه. اذا السكري هو مرض، لذلك بنسميه انه مرض استقلابي التهابي مزمن. في حال وجود شخص مصاب بالنوع الثاني من السكر، كيف بصير كيفية التعامل معه؟ كيف بصير نمط غذائه واسلوب حياته؟ هلا نحن الحقيقة أنا بفضل إنه نحن ننتبه للسكر، للعوامل المؤهبة له، ونحاول إنه نتجنبها، يعني نحاول نحن نتبع أسلوب وقائي حتى نحن ما ننصاب بالسكر النمط الثاني. يعني أنا بنصح دائما إنه خلينا يعني نغير نمط حياتنا، انه خلينا مثلا نزيد من نشاطنا الفيزيائي. النشاط الفيزيائي مو معناته اني انا اعمل رياضه، هو طبعا ضروريه للرياضه بشكل منتظم، بس انه خلينا نتحرك، خلينا نمشي. نحن اللي نحن اللي تغير نحن بنسميها بنمط حياتنا، يعني اللي هلا عايشينه الغربي تقريبا، او نمط الحياه اللي بيعتمد على الجلوس، انه نحن دائما في عندنا سهوله، بدي اروح اشتري اغراض بدي اركب السياره، بدي اروح زور رفيقتي بدي اركب سياره. فاذا لا، النشاط الفيزيائي انه خلينا نمشي، خلينا نعتمد انه نحرك عضلات جسمنا. هلا الشغله الثانيه، العامل الثاني اللي لازم ننتبه له، نحن صار في عنا سهولة بتناول السكريات، وصار في عنا سهولة، فنحن خلينا أول خطوة إنه نحدد من السكاكر يلي عم يتناولها. فأنا دائما بنصح لازم صحيا يكون مقدار السكر اللي يفوت على الجسم؟ لا، ما لازم نتجاوز 130 غرام باليوم، فتخيلي قديش النسبة ضئيلة. وهي يعني ممكن تاخذيها من الخبز ومن الاكل ومن تماما ومن الاكل، يعني بكفي. هلا نحن انا شو بقول دائما، انه خلينا السكر الابيض نحذفه،
طبعا مو بس السكر الابيض، السكر الابيض وكل شيء فيه سكر ابيض. يعني بيقولوا يعني بالتوصيات بتنقال انه السكر الابيض المتخبي، وين متخبي السكر الابيض؟ بالحلويات، بالعصائر المحلات، بالكوكاكولا والسيفن اب. ودائما يمكن كل مره بطلع بقول انه حسب منظمه الغذاء العالميه انه نحن كبالغين حاجتنا اليوميه من السكر الابيض كله واللي متخبي هي ما لازم تزيد عن 7 ملاعق صغيره. فتخيلوا نحن عندنا بعض الاشخاص بكاستين شاي هو بيشرب 3 أضعاف أو 4 أضعاف حاجته اليومية، أو مع المتة بتلاقي كل كاسة بيحطوه. هلا السكر الأبيض هو 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 السم الحقيقة. حتى نحن لما نحكي ومنعلم طلابنا إنه شو هي آليات تطور السكري، ليش بيصير عندنا سكري؟ إحنا بنحكي عن شيء اسمه السمية الجلوكوزية، يعني هذا السكر له تأثير سمي على خلايا بيتا. مع سنين والاستخدام السيء للسكر هذا بده يسبب خلل بإنتاج الأنسولين كمان. طبعا والسكر الزايد وين بيروح؟ بيصير شحوم بيتجمع بالبطن. تمام. بعض الاشخاص يمكن بيحاولوا يتحاشوا السمنه بشكل كثير كبير، خاصه يمكن الصبايا اذا بدنا نحدد بشكل خاص، بيلجؤوا لبدائل منها الادويه اللي بتنظم السكر، اوقات بتكون من دون وصفه طبيب، البعض الاخر بيلجا يمكن للسكرين كبديل تحليه. فخلينا نعرف عن البدائل الصحيحه، هي الادويه اللي عم نشوفها باستخدام كثير كبير، شو مدى خطورتها وشو مدى صحتها؟ هلا الحقيقه مزبوط هذا الكلام، يعني في كثير اشياء موجوده ضمن السوق الحقيقه هي يعني هي اشياء يعني ما لها علاقه بالاستخدام الطبي، هن عم يشتروها من الصيدليات وبيجوا بيسالونا مثلا انه شو رايك دكتور. هلا في مجموعه منها مقبوله، يعني مثلا في نوع من الحبوب بياخذوه المرضى هي بتحتوي على الياف، هي الحبوب بنقول له للمريض مثلا ياخذ حبتين قبل الوجبه الطعاميه بنص ساعه مع كاستين مي او كاسه مي، فهي بتنفش ضمن المعده فما بتخلي المريض، بتعطيه احساس بالشبع، ما بتخلي المريض انه ياكل كثير. هلا هي طبيه ودوائيه مقبول استخدامها. هلا طبعا في عنا الميتفورمين، هذا دواء بنعطيه يعني ممكن انه نعطيه، هو دواء منظم لسكر الدم، بينعطى لمرضى السكري كخط علاجي اول، وممكن نستخدمه للتنحيف طبعا له دور بيمنع امتصاص السكاكر من الامعاء، والشغله الثانيه انه بيزيد من حرق السكاكر، وله هو دواء كثير جيد يعني ممتاز يعني. وكمان شغله ثالثه انه بيزيد من الحساسيه لعمل الانسولين فبينقص الوزن، ومو بس بنستخدمه عند مرضى السكري كخط علاجي اول، بنستخدمه حتى عند المرضى اللي عند المريضات اللي عندهم مبيض متعدد كيسات. كمان في عنا هلا نازله في ادويه جديده كمان نازله على شكل حقن تحت الجلد مثل الانسولين. هلا هي الادويه غاليه جدا، موجوده بسوريا من اول ما نزلت، هي عباره عن هرمون بينعطى تحت الجلد بيزيد الاحساس بالشبع، يعني ممكن نعطيه للمرضى اللي طبعا هلا البدانه المفرطه اجباري بدنا يعني لازم اول شيء نحاول نعمل ننزل شيء 10-20% من وزن الجسم، بعدين يعني اذا كانت فوق ال 120-130 اجباري بدنا عمليات تصغير معده اذا ما قدر المريض انه ينزل هذا الوزن، بس في منهم بيقدروا انه يرجعوا لوزنهم المثالي. ممكن نعطي هي مثل ما قلنا هدول الهرمونات يلي عم تنعطى تحت الجلد وصار لها شيء 3 سنين. ما لها اضرار جانبيه هي؟ هلا طبعا لها اضرار جانبيه، هلا اغلب هلا مو عند كل المرضى طبعا، بس لازم نحكي فيها انه ممكن تزيد من حاله هلا هي بتزيد الاحساس بالشبع، يعني انا بضل عم بشتهي الاكل، هي ميزتها عن بقيه الادويه، اني انا بضل عم بشتهي الاكل، بس الحقيقه اني انا لما بقعد لاكل باكل 2-3 خلص دغري بشبع. فاذا هي بتزيد الاحساس بالشبع. هلا تاثيراتها ممكن تعمل الام بطنيه، امساك، ممكن تعمل نوع من حالات الاكتئاب. هلا في كثير مرضى يعني اخذوها، يعني مثلا ممكن يعني 1 من 10 أو 15 مريض عم ياخذها يعمل له الم بطني، بس هي امنه وموجوده عالميا يعني كادويه عم تستخدم للتنحيف، وممكن نستخدمها لعلاج السكري النمط الاول والثاني. نعم. طيب خلينا نحكي شوي دكتوره، يمكن هلا مثل ما قالت فرح كثير من الصبايا وحتى الشباب متجهين هلا على الصيف انه يعملوا حميات غذائيه، ودائما الحميات الغذائيه العشوائيه بتمنع اغذيه، ممنوع سكر، ممنوع معجنات، ممنوع مدري شو، يعني ظنا انه هي بتنعكس ايجابا على الجسم، هي القصص خاطئه جدا. خبرينا اليوم كيف ممكن تكون الحميه الغذائيه متناسبه، وكيف ياخذ الشخص السكريات اللي بحاجتها الجسم بنسب معينه، حتى يعني الفواكه ما تكون بكميات كبيره. هلا طبعا هو نحن هون يعني بدنا نحكي عن نمط غذائي. فخلينا نقول انه اول شيء مثلا لازم نحن ناكل 3 وجبات باليوم، فطور وغدا وعشاء، يعني ممنوع حذف وجبه، لانه الجسم اذا حذفنا له وجبه هو بده يرجع يعوضها. فاذا خلينا نحن نعمل تعدد وجبات،
لازم ناكل وجبات اساسيه فطور وغدا وعشاء، بيناتها وجبات صغيره عباره عن حصص فواكه. مو ضروري مثلا انا التفاحه كلها كامله اخذها، تمام؟ ممكن اكل اذا كانت كبيره نص تفاحه، اذا كانت صغيره تفاحه، يعني بين الفطور وبين الغداء باكل مثلا قطعه فواكه او موزه، بين الغداء وبين العشاء كمان هي مثل ما بنقول عصرونيه باكل قطعه فواكه، ممكن بعد العشاء كمان اكل شغله صغيره، مع الوجبات. هلا انا ما اهم شيء، اهم شيء انه ما نوصل لمرحله الجوع، لاني انا متى ما وصلت لمرحله الجوع انا بدي اكل اكثر من حاجتي، وهذا اللي بنشوفه عند الاشخاص. اغلب الاشخاص البدينين بيقول لك دكتوره انا عم باكل وجبه واحده باليوم، تمام؟ اذا اول شيء تعدد الوجبات، ثاني شغله يخلونا انه صغر الصحن، فانا ما لازم اكل بصحن كبير. هلا اذا اجينا على وجبه الفطور مثلا، خلينا نحن قديش كميه الخبز اللي عم ناكله يوميا، خليني انا بشكل عادي اخذ قرار اني انا نص الكميه بدي انزلها، يعني انا عم باكل رغيف مع كل وجبه، خليني اعمل نص رغيف مع كل وجبه، فانا حددت النشويات. هلا الشغله الثانيه، انا بدي بعد تماما مثل ما قلنا عن السكر الابيض، بدي اخذ قرار انا كل حتى بالشاي حتى قرار يعني طبعا بجوز ما يقدر دغري، بس ممكن انا مثلا عم حط ملعقتين سكر بالشاي، حط واحدة، انا حط واحدة. وصل للنص. الخطوه الثانيه وصل شو اخر شيء انا بتحمل، وهو تعود على فكره، بيقولوا بعد شهر من قطع السكاكر السكر الابيض انا ما عاد الشخص بيتحمل طعمته وجوده، تمام؟ صحيح. بعدين اذا انا اجى كثير على بالي، خليني الصبح اكل مثلا قطعه شوكولا صغيره او قطعه بتيفورا صغيره او ملعقه سكر مع سندويشه جبنه. هلا الغايه انه من الحرمان من السكر، طبعا في اللي بحصل عليه من الفواكه بس ما بصير كميه كبيره، قلنا بدنا نوزع الفواكه على النهار. فخلال النهار الجسم بده طاقه، بده يدور عليها، الجسم بده طاقه من السكر، فشو بيعمل الجسم؟ ما في سكر انا حرمته منه، فالجسم ببلش يحل الشحوم، فهون بتبلش عمليه فعلا انه انا الحرق. طبعا هي نحن بنحكي عنها الحميه الكيتونيه، هي الحميه الكيتونيه هي اصح حميه بالعالم، يعني هي الحميه الطبيعيه. طبعا في مرضى بيجوا بيقولوا انه دكتوره بس انت الحميه الكيتونيه، انا لما بقرا علي على النت عم يقولوا اني انا لازم زيد الشحوم، لا، الحميه الكيتونيه مو معناتها زياده الشحوم، خليني احذف السكر، متى ما حذفنا السكر لحاله الدماغ بيتبرمج بتقل الشهيه وبتقل كميه الحاجه للطعام، حتى بس طريقه ياكل كل شيء من عدا طبعا السكر. ما انا ما طلبت منه تحديد الكميه، بس اوريدي هو لحاله من لما انا بنزل له كميه السكر الابيض هو بيصير باللا شعور عم يحدد الوجبات تبعيته. هلا الخطوه الثانيه بالحميه الكيتونيه، بصير انا مثلا عم باكل موالح كثير تحديد الشحوم، عم باكل موالح كثير بصير بخفف كمان منها، عم باكل مثلا جبنه كثير مثلا بصير بتوجه اكثر للجبنه البيضاء تبعنا لانه هي ما بتسمن، يعني هي كتير صحية، للزبدة الطبيعية ببتعد عن الشحوم الحيوانية، لزيت الزيتون ببتعد شوي عن زيت عباد الشمس، وعرفت شلون؟ فشوي شوي أنا بصير عندي نمط حياة غذائي كتير وهذا وهذا بصراحة يعني الحمية الغذائية الطبيعية، النظام الغذائي حتى. الطبيعي يعني لا يعتبر وبيحتمل. هلأ أنا المرضى اللي طبقنا عليهم الحمية الكيتونية الحقيقة كيليان كل شهر برياحة، طبعا بيوصل الجسم لمرحلة بيحاول يعند، فهون انا شو بقى بلش ضيف شغلات ثانيه، بلش احذف شغلات ثانيه شوي شوي، بحيث طبعا انا ما افقد الوزن خلال فتره قصيره، تمام. يعني بينزلوا الوزن خلال فتره قصيره بدهم يرجعوا يكسبوا. تمام. دكتوره العسل او حتى السكري ممكن يكون بديل صحي اذا بدنا نقول عن السكر الابيض؟ هلا تماما العسل ما انه سيء، بس مو انا اجي اكل كل ما حسيت بدي سكاكر دور اكل عسل، لا، ملعقه عسل باليوم او ملعقتين باليوم صحيه وكافيه. هلا فيني دائما بخلي فواكه مجففه بس مو كميه كبيره، تمام؟ يعني انا مثلا اذا في عندي تمر مو اكثر من 3 تمرات بالمره الواحده، هلا 3 تمرات تعادل قطعه فواكه، يعني كاني اكلت تفاحه، تمام؟ هلا في شيء بيقولوا يعني مو اكثر من 3 تمرات الواحد ياكل اذا بالمره الواحده، بس ما بصير مثلا انا اقعد اكل تفاحه وتمر وبرتقاناي، لا، بدي وزع النهار، بدي وزع يعني نحن شو الغايه دائما؟ الغايه اني انا ما اعطي حمل سكري كبير للجسم خلال دفعه واحده، انه هون بتجي يعني السميه الجلوكوزيه، تمام؟ يعني السميه الناجمه عن تناول السكر، اني انا بدي احاول اعطي للجسم كميه قليله من السكائر، سكاكر خلال فتره قصيره، مثلا الاشخاص اللي بيجوا بيقولوا لكم اني انا تغديت، اكلت حلو، اكلت فواكه، بعد نص ساعه صار عندي نقص سكر، شو بيقول له الطبيب؟ بيقول له انه انت احتمال مريض سكري بالمستقبل، ومظبوط. ليش؟ لانه الحقيقه لما انا اكلت سكاكر كثير بكميه كبيره خلال نص ساعه مثلا او على وجبه الغداء، انا شو عملت؟ انا ارهقتها لخليه بيتا اللي بتفرز الانسولين، فلما اي خليه بترهق هي خليه بتصير تعبانه، ومو بس هيك بتصير بتفرز مواد
الثانيه يلي بتحرق السكر اكثر فبينزل السكر، بنرجع جوعانين بدنا ناكل مره ثانيه. كيف بدنا نحن نكسرها لهي الحلقه المفرغه؟ اني انا يكون غذائي متوازن، كميه قليله واكل من كل شيء، ما في حرمان من شيء. هلا دائما مثلا في شغله انا بنصح فيها، انه حاول باليوم تحسب انه انا رح اكل 5 قطع فواكه وخضار، بس كلهم 5 قطع. يعني انا مثلا اكلت جزر، اكلت بطاطا هي قطعتين، اكلت تفاحه هي 3 قطع، اكلت موزه هي قطعه رابعه، اكلت مثلا رز او برغل هي شغله خامسه تعتبر. تمام. طيب بالنسبة للشوكولا، بيقول الشوكولا الداكنة المرة هي مفيدة للجسم، كمان فيها سكريات ولا زيرو سكر ولا فيها سكريات؟ هلا الشوكولا المرة هي أقل سكر من وأقل شحوم. تمام. هلا مثل ما قلنا فينا بناكل بس الصبح، بس قطعة واحدة فقط صباحا السكر، لأني نحن شو الغاية؟ نحرم الجسم من السكر خلال النهار. تمام. طبعا اكيد دكتوره بدنا لك الشكر لك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا. هلا للاسف السكر اليوم صار مرض العصر، وكثير من الاشخاص يمكن بيشهلوا خطورته على اجسامهم وحتى اجسام اطفالهم، فكل الشكر لك دكتوره على المعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وضلك بصحه وخير. شكرا لكم.